افتتح الامير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئه العامه للرياضه منشاه نادي ضمك في خميس مشيط. نبارك لاهالي وشباب منطقه او مدينه خميس مشيط هذه المنشاه، ونتمنى ان شاء الله ان تساهم هذه المنشاه في خدمه شباب المنطقه. كان هناك حديث للامير عبد الله بن مساعد بعد افتتاح هذه المنشاه، نستمع لحديث الامير عبد الله. رب العالمين، يعني حدث سعيد جدا افتتاح هذا النادي في المحافظة الغالية. دائما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ولي العهد يذكروننا في كل لقاء بالاهتمام بجميع مناطق المملكة وتقديم كل الإمكانيات لهم وافتتاح المنشآت. والحمد لله سعيدين جدا بافتتاح هذه المنشأة، وإن شاء الله في رمضان حيكون افتتاح المنشآتين ثانية في مناطق غالية أخرى من بلادنا. فسعيد يوم سعيد ان شاء الله، وندعي ان الله يطرح فيها البركه ان شاء الله ويستفيد منها ابناء المنطقه. انا اعرف انه ان شاء الله في دوره هذه السنه باذن الله، ويهمنا جدا اقامه دورات مثل دوره الصداقه في خصوصا يعني في المنطقه هذه بتمتع فيها ما شاء الله من جو ممتاز. فهذه من الاشياء اللي احنا كان في عندنا فريق زار الاماره والمحافظه هنا، وان شاء الله باذن الله يعني تكلموا في عده امور، ان شاء الله نبدا تنفيذها قريبا ان شاء الله.